السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم راح نبدأ سلسلة جديدة في القناة مع أحداث اللعبة. قبل ما أبدأ اسمحوا لي أقول كلمتين. أولا، هذه السلسلة موجهة للمبتدئين في المقام الأول، المبتدئ اللي ما يعرف كيف يلعب أحداث هذه اللعبة. ما أشوف بكرة واحد يقول والله إحنا عارفين الأحداث وعارفين كيف نلعبها وعارفين وش راح يجي قدام. طيب أنا عارف إنك أنت عارف هذه الأشياء، لكن الكلام إن في كثيرين ما هم عارفين يستغلون هذه الأحداث، وهذا غلط. هذا غلط، بكرة راح يندمون عليه بسبب إن والله ما أحد يعني علمهم أهمية هذه الأحداث، أو خليني أقول جهلهم بهذه الأحداث وأهميتها اللي راح تعود لهم بالفائدة في المستقبل. بدون كثرة كلام، عندنا تصنيف للاعبين، عندنا free to play، معناه أنه ما يدفع ولا ريال أو ولا قرش، وعندنا pay to win يعني يدفع من أجل الفوز، ولهم مصطلح ثاني اسمه whale يعني حوت، والحيتان ما شاء الله كثر. ففي أحداث تناسب الفري تو بلاي، وفي أحداث ما تناسبهم ويشوفون الحيتان ماكلين الجو عليهم. هذه كانت مقدمة جدا بسيطة عن اللي راح نشرحه في المستقبل. أوكي، خلونا نبدأ الآن ونشرح أحداث اللعبة. طيب خلونا نستعرضها بهذا الشكل، بحيث نقسمها إلى ثلاث أقسام، بحيث أن القسم الأول يكون أسبوعية شهرية، يعني تجيك في الأسبوع مرة وفي الشهر أكثر من مرة، هذا معناه. وأما الموسمية معناها تأتيك في السنة مرة. وأما الأخيرة النادرة يعني اللي ما تعرف لها موعد محدد للعودة، يعني تطول على ما تجيك، فهمت؟ ممتاز. خلونا الآن بعد ما عرفنا التقسيمات نشوف الأحداث، وهذه هي الأحداث. ممتاز، كل شيء واضح قدامك. أنا بتكلم عن الآن الموسمية اللي مثل الهالوين، عيد الشكر، يوم الأم، الفالنتاين، كريسماس وما إلى آخره. في أحداث كثيرة ولكن ما تحضرني الآن، فهذا اللي يحضرني حاليا. طبعا هي نفس الفكرة، نفس النظام، نفس المهمات، ما في أي فرق بينها في الموسمية. اللهم أن المطلوب منك أنت الآن إذا قالوا لك أنه في حدث موسمي جاي تجهز لي 7000 جوهرة. نعم، لأنها راح تعود عليك بالفائدة بالشيء الكبير والكثير، يعني راح تكسب مثلا 35 تمثال ذهبي. 7000 هذه راح تسترجعها بالكامل، تسريعات بالهبل، يعني إيش تبغى بس موجود في الموسمية. فهذه أفضل أحداث لكل لاعب فري تو بلاي. ممتاز. وأما النادرة، طيب النادرة مثل ما قلت، يعني مثلا عندنا هنا طقوس كرواك. طيب الكرواك هذا يجيك في الجدول نعم، لكن أنت ما تعرف متى راح يرجع لك مرة ثانية. هنا الفكرة أنك أنت ما تعرف متى راح يرجع هذا الحدث من جديد، فما له وقت معين أبدا. وكل هذه التي أمامك هي أحداث نادرة. فأنا الآن إيش اللي راح أسويه بالضبط؟ راح أبدأ أستلم الأحداث السهلة جدا، وراح أشرحها لكم الآن. طبعا أي حدث نخلص منه راح أضع عليه بالخط الأحمر، بمعنى أننا انتهينا من شرح هذا الحدث، وبيكون خلال هذه السلسلة بإذن الله مقطع عبارة شرح عن شرح، يعني عن حدثين معينين على حسب أنا إيش اللي جيني في المملكة عندي. فراح أشرح الحدث سواء كان نادر أو أسبوعي أو شهري، أي حدث يجيني راح أسجل عليه وأنزله في القناة. حلو، فخلوني نبدأ بأسخف المهمات اللي ممكن أي أحد يسويها. طيب بسم الله نبدأ بالجيش العظيم. طبعا هذه هي المهمات قدامك، وهذه هي المكافآت أمامك، يعني كل شيء واضح. إذا حاب تسوي سكرين شوت ما عندك أي مشكلة، يعني تصور الشاشة، فخذ راحتك. هذا هو الجيش العظيم، يستمر يعني تقريبا 3 إلى 4 أيام.
أنا ما أدري كم المدة المعينة، لكن أعتقد خلال 3 أيام ينتهي هذا الحدث. حلو، عندنا الحدث اللي بعده القلب المنتصر. القلب المنتصر عبارة عن تدريب الجيوش بهذا الشكل، وراح تستلم هذه المكافآت. وعندنا كذلك شيء اسمه الجمع اليومي، طبعا تجمع موارد من على الخريطة ويعطونك هذه المكافآت. حلو، عندنا بعد شيء اسمه الحرب للأبد. طيب هذا الحرب للأبد أو حرب للأبد عبارة عن أنك تقاتل البربر اللي على الخريطة 30 مرة حتى تكتسب هذه الجوائز، تمام؟ وعندنا شيء اسمه الفاتح المقدس. أنا ما أدري صراحة إيش الترجمة حقتها، لكن بفهمي يعني ترجمتها، لكن يمكن عندك في المسمى في اللعبة نفسها يعني مسمى مختلف، أنا ما أدري. طيب فكرتها أنك تهزم 5 حراس، حلو، وتجمع 5 أحرف بهذا الشكل، وراح تكتسب هذه الجوائز. طيب هذه الأحداث جدا سهلة وأي أحد يقدر أنه يسويها. في أحداث كذلك يعني جانبية مثل هذه اللي هي اسمها الحكمة بلا حدود، يعني ترفع قوتك عن طريق الأبحاث، بمعنى أنك تسوي أبحاث وترتفع القوة بهذا الشكل. وعندنا شيء اسمه البلاط والطوب، أنك ترفع القوة من خلال رفعك للمباني، ارفع مستوى المباني حتى ترتفع القوة بهذا الشكل. وعندنا شيء اسمه سيد الحرب أو أمير الحرب، ترفع قوة الجنود من خلال تدريبك للجنود بشكل مستمر بهذا الشكل. وعندنا شيء اسمه من المنتصر، طبعا هذه فكرتها أنك ترفع القوة، ما يهم بأي طريقة، لكن أنك ترفع القوة بأي شكل من الأشكال. فهذه الأحداث جدا سهلة وما يبغى لها يعني مقطع مخصص، فراح نعطيها هذا الخط الأحمر، بمعنى أننا انتهينا من شرحها. فإن شاء الله المقاطع القادمة راح تكون عن شرح الأحداث الثانية بشكل يكون لها مقطع خاص، تمام؟ والمقطع القادم راح يكون عن الحاكم الأعظم، الطلب في طلب كبير جدا على الحاكم الأعظم، وأنا مجهز يعني مقطع إن شاء الله راح يحوز على إعجابكم بإذن الله. إلى هنا ننتهي من المقطع من المقدمة. يعطيكم العافية على المشاهدة، نراكم على خير في أمان الله.